A year ago, Afra Al-Sawadi was pulled from the rubble of her family home still attached to her dead mother by the umbilical cord. She's now in the care of relatives after a devastating earthquake a year ago hit northwest Syria, tearing families apart. أنا سميتها على اسم أمها عفراء مشان ما يموت اسم أمها أو كذا ونظل نتذكر أهلها أو كذا. أنا عندت لك 7 وزادت أسرتي فردي عند 8. يعني العاتق الكبير إنه مسؤولية وكذا إنه بالمستقبل، لأنه تعرف أنت الوضع المنطقة هنا المحرر، لا في دراسة لا في شيء، وأنا بتمنى لها يعني تكبر هالبنت وتأخذ أعلى شهادة. Afra is one of many orphan children adapting to life in the war-ravaged country. يعلق زلزال هو المدمر، هو يوم الفراق يعني. يا أنا هيك بوجهة نظري تاريخ 6/2 وقفت الحياة، هيك أنا بنظري، هيك أنا بحس يعني وقفت حياة خالص، يعني كل مين فقد ناس غالي عليه، ما في حد اللي ما فقد أهله وأخواته. Thank you.